المرشد الإيراني يهدد بالثأر ويؤكد أن استهداف إسرائيل لقنصلية بلاده في دمشق هو بمثابة هجوم على أراض إيرانية يجب الرد عليه. الحرب المستمرة لا تفلح في سرقة بهجة العيد من أطفال غزة، والكبار يقيمون صلاتهم فوق أنقاض المساجد. رئيس وزراء إسبانيا يؤكد أن رد إسرائيل على هجمات أكتوبر يهدد استقرار المنطقة والعالم، ويعتبر الاعتراف بدولة فلسطينية مصلحة جيوسياسية لأوروبا. في كلمة تهنئة للمسلمين حول العالم، غوتيريش يعرب عن أسفه لحلول عيد الفطر بينما غزة والسودان تحت الصراع والجوع. أجدد التحية مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث. بعد 10 أيام على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في سوريا، هدد المرشد الإيراني علي خامنئي بأن إسرائيل يجب أن تعاقب على استهداف القنصلية في دمشق، وأكد في خطبته التي ألقاها في صلاة العيد على أن إسرائيل هاجمت أراض إيرانية عندما هاجمت القنصلية وأنها ارتكبت خطأ بهجومها ذاك. وفي تغريدة له باللغة الفارسية، هدد وزير خارجية إسرائيل إسرائيل كاتس بدوره بأن تل أبيب ستهاجم إيران في حال هاجمت إسرائيل انطلاقا من أراضيها. القنصلية والسفارات تعد جزءا من أراضي الدولة التابعة لها، وحين هاجموا القنصلية فكأنهم هاجموا أراضينا. إسرائيل أخطأت في الهجوم على قنصليتنا، وعليه يجب أن تعاقب وستنال العقاب. في رسالة مصورة نشرها عبر منصة أكس بمناسبة عيد الفطر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لحلول العيد بينما قطاع غزة والسودان يعانيان في ظل الصراع والجوع. وأكد غوتيريش أن قلبه محطم من الحزن لأن المسلمين في غزة والسودان ودول أخرى لا يتمكنوا من الاحتفال بالشكل الصحيح. وفي أول أيام العيد في قطاع غزة، أفاد مراسل الحدث بسقوط 11 قتيلا في استهداف لأحد المنازل في الزويدة وسط القطاع، كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات. وعلى الأرض اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي الفصائل والقوات الإسرائيلية في المنطقة الصناعية بالشجاعية شرق مدينة غزة. وفي رفح التي تعيش على وقع التهديدات بهجوم إسرائيلي بري كبير، خرج الأطفال للعب صبيحة أول أيام عيد الفطر رغم الظروف الصعبة والإمكانيات شبه المعدومة، في حين أقام النازحون صلاة العيد على أنقاض المساجد المدمرة.
حول مستجدات مفاوضات التبادل والهدنة، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن فرصة موافقة حماس على المقترح الجديد للهدنة ما تزال بعيدة، وأضافوا أن حماس تريد الإفراج عن عدد أقل من 40 محتجزاً في المرحلة الأولى من الهدنة. ومن جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزراء كبار في الحكومة الأمنية سيصوتون ضد أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لا يشمل الإفراج عن كافة الأسرى الإسرائيليين. وأوضحت الوسائل الإسرائيلية أن أعضاء مجلس الوزراء الأمني يرون أنه على إسرائيل الإصرار على إنجاز صفقة مع حركة حماس من مرحلة واحدة تشمل الإفراج عن كافة الأسرى الأحياء في غزة حتى لو كان الثمن باهظا، كما أنهم على اعتقاد بأن هذا سيكون آخر اتفاق هدنة مقابل الإفراج عن محتجزين مع حماس، وأن تنفيذ صفقات مماثلة مستقبلا سيكون شبه مستحيل. أكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أمام نواب البرلمان الإسباني أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو مصلحة جيوسياسية لأوروبا، وشدد على أن رد إسرائيل غير المتناسب إطلاقاً في قطاع غزة يهدد استقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره. كما أكد سانشيز مجدداً أن مدريد مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية، ولكن من دون أن يحدد موعداً لذلك. ومن جانب آخر، أكدت وزيرة خارجية أستراليا أن الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية يمكن أن يساعد في تحريك عملية السلام المتوقفة ومواجهة ما وصفته بالقوى المتطرفة في الشرق الأوسط. الآن هناك من يزعم دائما أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو مكافأة للعدو. هذا خطأ، أولا لأن أمن إسرائيل يعتمد على حل الدولتين، والمجتمع الدولي يدرس الآن مسألة الدولة الفلسطينية كوسيلة لتحقيق حل الدولتين. الاعتراف بدولة فلسطينية والتي لا يمكن أن تقوم جنبا إلى جنب إلا مع دولة إسرائيلية آمنة لا يوفر للفلسطينيين فرصة لتحقيق تطلعاتهم فحسب، بل سيعزز ذلك أيضا قوى السلام ويقوض التطرف، وسيضعف ذلك حماس وإيران وحلفائهم الآخرين في المنطقة. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة تلفزيونية سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة بالخاطئة، وحض إسرائيل على الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار. وعبر بايدن عن اعتقاده بأن سياسات نتنياهو في غزة خاطئة، مؤكدا أنه ما من عذر للقصف العشوائي وعدم إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. كما عبر بايدن عن استنكاره لاستهداف عمال الإغاثة، واصفا ذلك بالأمر المشين. أرى أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة خاطئة ولا أتفق معه، وأعتقد أن ما يفعله أمر شائن. فقد أصيبت السيارات الثلاث التي تنقل عمال الإغاثة بمسيرة، لذا فأنا أدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بدخول كامل المساعدات الإنسانية. ولقد بحثت القضية مع جميع الحلفاء بما في ذلك السعوديون والأردنيون والمصريون، وهم مستعدون لإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة، ولا يوجد عذر يبرر عدم توفير احتياجات الفلسطينيين من الغذاء والدواء ومن دون تأخير. كشف البيت الأبيض أن محادثات مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بشأن العملية المزمع في رفح ستنعقد خلال أسبوعين، وذلك في غضون ذلك. نقلت مجلة بوليتيكو عن ثلاثة من كبار المسؤولين في إدارة بايدن وأربعة مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي تحديد موعد لاقتحام مدينة رفح هو في ذهنه فقط، ولم يصل إلى أي من الذين سينفذون هذا الأمر وفق المجلة. وقال أحد مسؤولي الإدارة الأمريكية إنه لم يتم إطلاع أي من المسؤولين الأمريكيين على أي خطط واضحة أو تاريخ محدد لاقتحام رفح. ورأى المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون الذين تحدثوا لمجلة بوليتيكو أن نتنياهو أدلى بتصريحه لدرء التحدي السياسي الذي يمكن أن يهدم حكومته.
سنكمل إزالة كتائب حماس بما فيها في رفح، لا توجد أي قوة بإمكانها أن تمنعنا من ذلك. هناك العديد من القوى التي تحاول إيقافنا في العالم، لكننا مصممون على إنجاز هذا الهدف. ما حدث يجب أن لا يتكرر مرة ثانية، ونحن ملتزمون بضمان ذلك. لدينا 3 أهداف. الهدف الأول هو استرجاع جميع المخطوفين والمخطوفات. سنسترجع جميع المجندات المختطفات وليسهن فقط، سيتم استرجاع الجميع. الهدف الثاني هو القضاء على حماس. الهدف الثالث هو الضمان بأن غزة لن تشكل أبدا أي تهديد على إسرائيل. هناك هدف رابع، حماس هي جزء من محور الشر الإيراني الذي يسعى إلى تدميرنا، وعندما ننتصر على حماس لا ننتصر عليها فقط، بل ننتصر على هذا المحور. كل الأطراف في الشرق الأوسط وخارجها تنتظر الطرف الذي ينتصر في هذه الحلبة، إسرائيل أم إيران ووكلاؤها؟ أنتم تعلمون من سينتصر. ما تزال الضغوط في الداخل الأمريكي تتصاعد في اتجاه إعادة النظر في مسألة صفقات توريد الأسلحة والذخائر لإسرائيل، حيث أكد أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس أنه ليس مستعدا بعد للتوقيع على بيع العشرات من مقاتلات F-15 الأمريكية والذخائر المرتبطة بها لإسرائيل، مشددا على ضرورة التريث حتى الحصول على ضمانات كافية بشأن استخدامها. وأضاف في حديثه لوسائل إعلام أمريكية أنه سيسعى للحصول على إجابات بشأن عملية البيع المقترحة في جلسات إحاطة سرية من المقرر أن تعقد خلال الأسبوع الجاري في واشنطن. وفي تصريحات خاصة للحدث، لوح مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان بأن الولايات المتحدة ستغير نهجها في التعاطي مع إسرائيل في حال لم تغير سلوكها في غزة وتتخذ تدابير إضافية للتخفيف من معاناة المدنيين. كما أكد أن رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار غير مشجع حتى الآن. إن سياستنا للمضي قدما ستتحدد من خلال ما إذا كنا نرى متابعة مستمرة بشأن خطوات محددة وملموسة وقابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تجنب الاشتباكات واتخاذ تدابير أخرى للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة. وإذا لم تتغير سياسة إسرائيل على أساس مستدام كما هي الآن، فإن سياستنا سوف تتغير. لقد رأينا أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ العديد من الخطوات وتمضي قدما إلى الأمام في وضع مقترحات على طاولة الحوار، وبالطبع رأينا رد حماس على مقترح وقف النار الذي يبدو غير مشجع حتى الآن. وسط إجراءات أمنية مشددة، أحيا آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى بالقدس، فيما قام آلاف آخرون الصلاة في الشوارع المحيطة بالمسجد بعد أن منعتهم سلطات الأمن الإسرائيلية من الوصول. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 3 أطفال وشاب في ساحة باب العمود وبلدة سلوان جنوب الأقصى. وفي الضفة الغربية، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدنا وبلدات فجر الأربعاء، من بينها مدينة بيت آمر شمالي الخليل، حيث اندلعت مواجهات بينها وبين مسلحين. هذا وذكر بيان لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أن عناصرها تخوض اشتباكات مسلحة وصفتها بالعنيفة مع القوات الإسرائيلية في المدينة. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف منشآت للجيش السوري تستخدمها وحدات مسلحة تابعة لحزب الله اللبناني.
وأكد المكتب الإعلامي للجيش أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى استخدام قوات حزب الله لهذه المنشآت، محملا دمشق المسؤولية عن جميع أفعال حزب الله على الأراضي السورية. وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه لا يسمح بأي محاولة تهدف لترسيخ وجود حزب الله على الجبهة السورية. أوضح البيان أن الجيش وجه أيضا ضربات إلى مواقع مراقبة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. قال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى مناورة عسكرية بالتعاون بين القوات البرية والبحرية والجوية في الساحة الشمالية لتعزيزها. وضمت المناورة أكبر فرقة احتياط في الجيش والتي تنتشر في منطقة الجليل الغربي منذ بداية التوتر على الحدود اللبنانية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون فوق خليج عدن. وأضافت في بيان عبر منصة أكس أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون كان يستهدف السفينة يورك تاون المملوكة لأمريكيين وترفع علم الولايات المتحدة، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو قوات التحالف أو السفن التجارية في القصف الذي شنه الحوثيون. يحل عيد الفطر في السودان في ظروف سياسية واقتصادية صعبة، بينما تواصل أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعها وتزيد من متاعب السودانيين. بتكلم عن الظروف الحاصلة علينا حاليا، ارتفاع الأسعار في الملابس، في العطور، في المعقولات، والدنيا في حرب. يعني الناس المخوف رائع لظروف الناس. في مصر توافد الآلاف من المواطنين إلى الجوامع لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، فيما اكتظت الشوارع بالمحتفلين من الأطفال والكبار احتفالا بأجواء العيد. احنا بنروح نصلي ونروح لتيتا ونادي اليوم وبنروح دريم بارك ونلعب في جيم. هو الحقيقة مكان مصطفى محمود ده من اكتر الاماكن بيحسسك فعلا بالبهجة وبالاعياد وبالفرحة وبالتجمع وبلم الشمل. وبنعمل بعد العيد بنروح بقى نزور القرايب ونشوف الأحباب. فكل سنة وانتم طيبين وعقبال كل سنة يا رب إن شاء الله. صلاة العيد الأول في مصطفى محمود طبعا، وبعد كده بنروح عند بابا وماما وبنزور أهلنا وبنخرج. أنا من سوريا وببعت هنية لأهلي كل عام وهن بألف خير يا رب، الله يخلي لي إياهم كل سنة وهن سالمين ويا رب نرجع بلدنا بخير وسلامة.
لا تجمع حلوه بالصلاه على النبي، وربنا يبارك في فيهم كلهم يا رب، بحق جاه النبي وبحق لا اله الا الله، وصل حال الجميع يا رب. كل سنه واحنا طيبين، وكل سنه والامه الاسلاميه كلها بخير وسعاده وصحه. وبالنسبه لايام المفترق دي، اللهم انصر اخواننا في غزه، وربنا ربنا ينصرهم دايما، وربنا يحميهم بجد. والله حضرتك احنا طبعا طول الليل سهرانين من امبارح، يعني احنا من امبارح سهرانين ما نمناش، فبنروح بقى يعني ناكل لقمه وبعدين نطلع بقى نعايد على قرايبنا ونعايد على اصحابنا ونلف في البلد. البلد جميله جدا الحمد لله. يعني اللي هو بصراحه لازم نصلي مصطفى محمود، جميل قوي، واهم حاجه في العيد الصلاه وكده. اول يوم بقى بنروحها بعد الصلاه على طول بنروح لاهلنا وكده، نقعد معاهم ونقضي اليوم بقى، بيبقى جميل قوي وناكل مع بعض وكده. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دقائق وأعود وألتقيكم. تغطيتها يحتاج التزاما لأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك، كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقا في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق، والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام، كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله.
لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل، سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العلاقة تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكايا. احنا اليوم في نكبة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هناك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عجار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ المرشد الإيراني يهدد بالثأر ويؤكد أن استهداف إسرائيل لقنصلية بلاده في دمشق هو بمثابة هجوم على أراضٍ إيرانية يجب الرد عليه.
المشهد على حاله في غزة التي تستقبل العيد على وقع القصف والاشتباكات، والنازحون في رفح يزورون قبور ذويهم الذين ودعوهم خلال أشهر الحرب. رئيس وزراء إسبانيا يؤكد أن رد إسرائيل على هجمات أكتوبر يهدد استقرار المنطقة والعالم، ويعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطينية مصلحة جيوسياسية لأوروبا. انتقادات علنية لاذعة من الرئيس الأمريكي بايدن لنتنياهو وسياسته في غزة، ومطالب في الكونغرس بالتريث في تمرير صفقة المقاتلات. أجدد التحية مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث. بعد 10 أيام على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في سوريا، هدد المرشد الإيراني علي خامنئي بأن إسرائيل يجب أن تعاقب على استهداف القنصلية في دمشق. وأكد في خطبته التي ألقاها في صلاة العيد على أن إسرائيل هاجمت أراضٍ إيرانية عندما هاجمت القنصلية، وأنها ارتكبت خطأً بهجومها ذاك. وفي تغريدة له باللغة الفارسية، هدد وزير خارجية إسرائيل إسرائيل كاتس بدوره بأن تل أبيب ستهاجم إيران في حال هاجمت إسرائيل انطلاقاً من أراضيها. القنصلية والسفارات تعد جزءاً من أراضي الدولة التابعة لها، وحين هاجموا القنصلية فكأنهم هاجموا أراضينا. إسرائيل أخطأت في الهجوم على قنصليتنا، وعليه يجب أن تعاقب وستنال العقاب. في رسالة مصورة نشرها عبر منصة أكس بمناسبة عيد الفطر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لحلول العيد بينما قطاع غزة والسودان يعانيان في ظل الصراع والجوع. وأكد غوتيريش أن قلبه محطم من الحزن لأن المسلمين في غزة والسودان ودول أخرى لا يتمكنوا من الاحتفال بالشكل الصحيح. وفي أول أيام العيد في قطاع غزة، أفاد مراسل الحدث بسقوط 11 قتيلاً في استهداف لأحد المنازل في الزويدة وسط القطاع، كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات. وعلى الأرض اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي الفصائل والقوات الإسرائيلية في المنطقة الصناعية بالشجاعية شرق مدينة غزة. وفي رفح التي تعيش على وقع التهديدات بهجوم إسرائيلي بري كبير، خرج الأطفال للعب صبيحة أول أيام عيد الفطر رغم الظروف الصعبة والإمكانيات شبه المعدومة، في حين أقام النازحون صلاة العيد على أنقاض المساجد المدمرة. بأي حال جئت يا عيد؟ لا إله إلا الله. والله العيد بالنسبة لي حزن وزعل وكبد، يعني أبونا أبو أولادي راح الله يسهل عليه ويرحمه، لا في كسوة ولا في عدية كان يجيهم. أول إشي أول ما يعيد ألا يعيد عليهم، فيش فرحة لا عيد ولا حسين إنه يوم عيد ولا حتى رمضان إجا. We'll be right back.
إذا مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى هذه المشاهد المباشرة لقطاع غزة، حيث يعيش الأهالي وسط ظروف إنسانية ومعيشية صعبة أولى أيام عيد الفطر المبارك. وكما نتابع المشهد على حاله منذ أشهر، القصف الإسرائيلي متواصل على مناطق القطاع، حيث تجدد القصف صباحا وأدى إلى قتل أكثر من 10 أشخاص بحسب ما ذكر مراسلنا من هناك. إذن هذه الصور المباشرة تأتينا من قطاع غزة، ومعنا عبر الهاتف من مدينة غزة مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر أهلا بك معنا. إذن القصف الإسرائيلي تجدد على قطاع غزة في أول أيام عيد الفطر، أي المناطق المستهدفة وماذا خلف، إن كانت لديك تحديث على العدد الذي ذكرناه الضحايا؟ نعم، مرحبا بك روناك. فعلا يعني هذه الاستهدافات أيضا الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية هي لم تتوقف ساعات الليل وحتى ساعات صباح هذا اليوم. كانت يعني أولى الاستهدافات على المنطقة الشرقية من مدينة غزة، وتحديدا في حي الشجاعية وزيتون، عندما استهدفت أيضا مدفعية الجيش الإسرائيلي منازل المواطنين، وأيضا إطلاق رصاصة من قبل الدبابات المتمركزة على مقربة من الشريط الحدودي إلى الشرق من مدينة غزة. هذا أدى على الأقل إلى إصابة 3 من المواطنين الذين تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني هنا في مدينة غزة. أما في المناطق الوسطى في قطاع غزة وتحديدا شرق مخيم البريج، أيضا مدفعية الجيش الإسرائيلي أطلقت على الأقل 3 قذائف صوب منازل المواطنين، وأدى ذلك أيضا إلى وقوع في صفوف الفلسطينيين. أما في المناطق الشمالية من قطاع غزة وتحديدا في مخيم جبالي، هذا المخيم الذي أيضا تعرض لعدة استهدافات قد وكان بالطائرات الحربية الإسرائيلية، وأيضا من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي التي أطلقت على الأقل 3 من القذائف أيضا، وأدى ذلك أيضا إلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين. إذا الجيش الإسرائيلي لا زال يواصل يعني عمليات الاستهداف الصاروخي وأيضا المدفعي لإطلاق النار، رغم أن هذا اليوم هو أول أيام عيد الفطر السعيد، حيث أنه لا حرمة لدى الجيش الإسرائيلي لهذا العيد، وأيضا ينغص حياة هنا. فمنذ ساعات الصباح نستمع إلى أصوات انفجارات وأيضا طلقات نارية عن الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بها ضد الفلسطينيين هنا، خاصة في المناطق الشمالية. نعم. من وادي غزة. نعم روناك. طيب، هل ما يزال مستشفى المعمداني بإمكانه استقبال جرحى وإصابات، كونه أصلا كان مكتظا خاصة بعد ما نقل إليه من مصابين وجرحى من مجمع الشفاء بعد إخلائه؟ نعم هناك هذا هو المستشفى الوحيد الذي يعمل حاليا هنا في مدينة غزة، المستشفى الأهل العربي المعروف باسم المستشفى المعمدان، ولا زال تستقبل فعلا يعني أعداد من الجرحى والمصابين. فيما يتعلق بأعداد الجرحى والمصابين الذين تم نقلهم من مستشفى الشفاء بعيدة، انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذا المستشفى، فعلا وصلوا إلى مستشفى المعمداني، ولكن تم توزيعهم، يعني بعضهم لا زال موجود في مستشفى المعمداني وآخرين تم نقلهم إلى مستشفيات عودة وكمال عدوان، وذلك في مخيم جباليا إلى الشمال من القطاع. الذين تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان ومستشفى عودة، هؤلاء ممن حالاتهم
خطيرة وخطيرة للغاية، حيث أن مستشفى المعمداني هو غير مهيأ للحالات الخطيرة والحالات الصعبة من المصابين. طيب، بحسب ما ذكرتم خلال النشرات السابقة أن كمية المساعدات قد زادت ولو بشكل ضئيل خلال الأيام الماضية قبل العيد، هل اليوم أيضا هناك زيادة في كمية المساعدات المقدمة للمحتاجين في غزة؟ نعم روناك، فيما يتعلق بجانب المساعدات يعني من ساعات الصباح وأنا كنت أتجول يعني على عدة أحياء خاصة في مدينة غزة ووصلت إلى الطريق صلاح الدين قرب دوار الكويت، لم تصل أي من المساعدات حتى هذه اللحظة أو الشاحنات المحملة بالمساعدات من تلك المنطقة إلى المناطق الشمالية، ولكن خلال ساعات الليلة الماضية وأيضا في اليومين الماضيين كانت وصلت كميات يعني تعتبر هي أكبر من الكميات التي كانت تتبع على مدار الأيام الماضية، وأيضا كان هناك عمليات إنزال جوي من قبل طائرة مساعدات إنسانية للفلسطينيين، حيث وثقنا بالأمس على الأقل 16 طائرة قامت بعملية إنزال جوي للمواد الغذائية والإغاثية خاصة للفلسطينيين هنا في مدينة غزة وأيضا في محافظة الشمال، وغالبية هذه الطائرات كانت طائرات أردنية. نعم روناك. طيب خضر، زيارة القبور في أول أيام العيد متعارف عليه، لكن حدثنا عن اليوم تحديدا، هذا العدد الهائل من المتوفين. نعم. غصة الأمهات كان مختلفا هذه المرة. نعم. على الغزين العيد فعلا هناك يعني منذ أيضا ساعات الصباح، وقمت أيضا بزيارة من المقابر وشاهدت أعداد كبيرة من المواطنين الذين يرتادون هذه المقابر، وغالبيتها هي مقابر مستحدثة أو هي عبارة عن أراض كانت في قلب مدينة غزة وتحولت إلى مقابر بسبب الأعداد الكبيرة من الضحايا الذين سقطوا خلال هذه الحرب التي لا زالت متواصلة ولا يستطيعون موتاهم أو ضحاياهم المقابر المعروفة، وخاصة أن المقبرة الشهداء المقبرة المركزية والرئيسية وتقع على مقربة من الحدود الشرقية لعام 48 إلى الشرق من مدينة غزة، لذلك هنا في المقابر بعض المواطنين يعني يحمل في أيديه بعض الكعك وبعض الحلوى يقوم بتوزيعها على أرواح هؤلاء الضحايا الذين سقطوا خلال هذه الحرب، وبعضهم يصطحب أطفال، والمواطنين هي عائلات بأكملها أتت إلى هذه المقابر، كلهم يقرؤون الفاتح. نعم. ويترحمون على الضحايا، وكان أملهم أن يكونوا ضمن الأحياء وأن يحتفلوا هذا العيد السعيد. ماذا عن المقابر الجماعية؟ وهذا أول عيد يمر على الغزيين وهم يعني يمرون بهذه المأساة. نعم، يعني غالبية الأماكن التي يعني هي في مدمرة في المناطق الشمالية من وادي غزة وتحديدا هنا في مدينة غزة، بعض البيوت التي كانت قصفت على رؤوس أكليها وسقط فيها ضحايا كثر، غالبيتهم تم دفنهم إما في محيط هذا المنزل أو إما في أرض قريبة، لذلك بالفعل هناك مقابر جماعية وبها أعداد كبيرة، أيضا من تم إخراجهم على مدار الأيام الماضية وخاصة اليومين الماضيين قرابة 361 جثة تم إخراجها من مجمع الشفاء الطبي بعيد الانسحاب، وتم إخراج عدد منهم بوجود منظمة الصحة العالمية واللجنة للصليب الأحمر ومكتب تنسيق الأمم المتحدة أو الشؤون الإنسانية التابعة للأمم. تم حفر قبر جماعي كبير في منطقة تعرف بساحة الكتيبة للغرب من مدينة غزة ولا يبعد كثيرا عن مستشفى الشفاء، هذه القبور الجماعية تضم جثامين كثر وغالبيتهم من مجهولي الهوية. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات من مدينة غزة، مراسل الحدث خضر الزعنون. وحول مستجدات مفاوضات التبادل والهدنة، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن فرصة موافقة حماس على المقترح الجديد للهدنة ما تزال بعيدة، وأضافوا أن حماس تريد الإفراج عن عدد أقل من 40 محتجزا في المرحلة الأولى من الهدنة. ومن جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزراء كبار في الحكومة الأمنية سيصوتون ضد أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لا يشمل الإفراج عن كافة الأسرى الإسرائيليين،
وأضافت الوسائل الإسرائيلية أن أعضاء مجلس الوزراء الأمني يرون أنه على إسرائيل الإصرار على إنجاز صفقة مع حركة حماس من مرحلة واحدة تشمل الإفراج عن كافة الأسرى الأحياء في غزة حتى لو كان الثمن باهظا، كما أنهم على اعتقاد بأن هذا سيكون آخر اتفاق هدنة مقابل الإفراج عن محتجزين مع حماس، وأن تنفيذ صفقات مماثلة مستقبلا سيكون شبه مستحيل. أكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أمام نواب البرلمان الإسباني أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو مصلحة جيوسياسية لأوروبا، وشدد على أن رد إسرائيل غير المتناسب إطلاقا في قطاع غزة يهدد استقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره. كما أكد سانشيز مجددا أن مدريد مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية ولكن من دون أن يحدد موعدا لذلك. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة تلفزيونية سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة بالخاطئة، وحض إسرائيل على الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار. وعبر بايدن عن اعتقاده بأن سياسات نتنياهو في غزة خاطئة، مؤكدا أنه ما من عذر للقصف العشوائي وعدم إيصال المساعدات إلى القطاع. كما عبر بايدن عن استنكاره لاستهداف عمال الإغاثة واصفا ذلك بالأمر المشين. أرى أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة خاطئة ولا أتفق معه، وأعتقد أن ما يفعله أمر شائن. فقد أصيبت السيارات الثلاث التي تنقل عمال الإغاثة بمسيرة، لذا فأنا أدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بدخول كامل المساعدات الإنسانية. ولقد بحثت القضية مع جميع الحلفاء بما في ذلك السعوديون والأردنيون والمصريون، وهم مستعدون لإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة، ولا يوجد عذر يبرر عدم توفير احتياجات الفلسطينيين من الغذاء والدواء ومن دون تأخير. وسط إجراءات أمنية مشددة، أحيا آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى بالقدس، فيما أقام الآلاف الصلاة في الشوارع المحيطة بالمسجد بعد أن منعتهم سلطات الأمن الإسرائيلية من الوصول. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة أطفال وشاب في ساحة باب العمود وبلدة سلوان جنوب الأقصى. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف منشآت للجيش السوري تستخدمها وحدات مسلحة تابعة لحزب الله اللبناني. وأكد المكتب الإعلامي للجيش أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى استخدام قوات حزب الله لهذه المنشآت، محملا دمشق المسؤولية عن جميع أفعال حزب الله على الأراضي السورية. وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه لا يسمح بأي محاولة تهدف لترسيخ وجود حزب الله على الجبهات السورية. وصف قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل وصف الوضع الحالي على جانبي الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل بالمقلق، مؤكدا أن خطر التصعيد بات حقيقيا. وشدد رئيس بعثة اليونيفيل على عدم وجود حل عسكري للمواجهة الحالية بين إسرائيل وحزب الله، مؤكدا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للمضي قدما، داعيا إلى وقف ما وصفه بالأعمال القتالية والتحرك نحو وقف دائم لإطلاق النار. قال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى مناورة عسكرية بالتعاون بين القوات البرية والبحرية والجوية في الساحة الشمالية لتعزيزها. وضمت المناورة أكبر فرقة احتياط في الجيش والتي تنتشر في منطقة الجليل الغربي منذ بداية التوتر على الحدود اللبنانية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون فوق خليج عدن،
وأضافت في بيان عبر منصة أكس أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون كان يستهدف السفينة يورك تاون المملوكة لأمريكيين وترفع علم الولايات المتحدة، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو قوات التحالف أو السفن التجارية في القصف الذي شنه الحوثيون. يحل عيد الفطر في السودان في ظروف سياسية واقتصادية صعبة، بينما تواصل أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعها وتزيد من متاعب السودانيين. بتكلم عن الظروف الحاصلة علينا حاليا، ارتفاع الأسعار في الملابس، في العطور، في المعقولات، والدنيا في حرب، يعني الناس المفروض تراعي لظروف الناس. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دائما تقبلوا تحياتي الزميلة ضحى الزهيري، تلتقيكم على رأس الساعة. إذن إلى اللقاء.